فكرة اضطرابات النوم اللي عند بعض الأطفال ممكن تأثر على وزنهم، يعني البيت اللي بيسهر الولاد قوي وينام براحتنا دي حاجة في منتهى الخطورة، شايفاها في الشعب المصري. يعني بره الساعة 7 الطفل بياخد الدش بتاعه يخش ينام. احنا عندنا الكورتيزون ده هرمون مهم قوي، بيرتب الخلايا الدهنية في الجسم والحرق والحاجات دي. تمام. ده بيطلع 8 الصبح عالي وبالليل بيقل. ربنا خلقنا كده، النور يطلع هو يعلى بالليل يقل. احنا لما بنقلب الجزئية دي الطفل بيتلخبط، فمعدل حرق الدهون في الجسم بيقل، حرق الاكل كله بيقل وبيحصل غير كده. عاوز اقول لحضرتك حاجه، هم عملوا بحث، جابوا طيور العاديه وخلوها قلبولها نهارها ليل، ماتت. وفي طيور تانيه عملوا ساعه وساعه. يعني هو زي اضطراب النوم، اضطرابات النوم اللي احنا نقدر ننام ونصحى كتير، ماتت برضه. الوحيده اللي عاشت كويسه هي اللي بتصحى الصبح زي ما ربنا خلقها وتنام بالليل. فحاجه في منتهى الامانه، الطفل ينام اما الدنيا تظلم ويصحى اما النور يطلع. كل هرمونات الجسم متظبطه على كده. مش هيحصل حاجه لو احنا كمان نمنا كده عشان يبقى ده سيستم البيت فيتشجع. ده اكيد. ده بيقول يعني دلوقتي اخر احصائيات ان من ضمن الناس اللي عاوزه تخس لازم تنام 8 ساعات كونتينوس سليب في الميعاد الصح. اللي هو مثلا من 11 ل 6 الصبح. هي. يعني اللي عاوزه تخس تعمل كده، لقوا ان هم بيخسوا 20% من غير اي حاجه، من غير ما يعملوا لهم اي حاجه ثانيه، نايمهم بس مظبوط.